وبالعودة مشاهدينا إلى ضيفي من أنقرة طه عودة أوغلو، كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك مجددا أستاذ طه. أهلا وسهلا. هلا، أهلا بك. بداية أستاذ طه، أود منك، ما هي دلالات إعلان تركيا بنقل جميع الفصائل التابعة لها من حلب إلى إدلب؟ نعم، مساء الخير لك. يعني في البداية فيما يتعلق في التحركات العسكرية التركية الأخيرة، هي تأتي بعد القمة التي عقدت في طهران قبل أيام، وبعد أن يعني فشل الأطراف الثلاث في التوصل إلى حل ل يعني منع مدينة إدلب أو منع تجنيد مدينة إدلب من معركة محتملة. أيضا التحركات العسكرية هي أعتقد هي رسائل لا أكثر، هي رسائل فقط للجانب الروسي بأن تركيا هي على هبة الاستعداد، وخاصة فيما يتعلق ب يعني التحركات إن كانت العسكرية أو نقل الفصائل، تأتي في هذا الإطار بأن أنقرة هي مستعدة لأي معركة محتملة. أو أما فيما يتعلق كما ذكر في تقرير الاحتلال التركي، أعتقد يعني هذه النقطة غير صحيحة. يعني تركيا كما تعلمون هي دخلت إلى إدلب وفق اتفاق. نعم أستاذ طه، أنا أحترم رأيك، وبعيدا عن المصطلحات أود منك وأيضا أود تعليق. وسؤالي الثاني لك، صحيفة يعني شفق قالت بأن تركيا تعمل على إعاقة سيطرة قوات النظام السوري على المحافظة، طيب هل تركيا قادرة على هذا في ظل التصعيد من قبل الطيران الروسي ومدافع النظام السوري؟ يعني تركيا حاليا في الوقت الحالي هي باتجاه منع هذه المعركة. تركيا تتحرك على كافة المستويات. بالأمس لاحظنا مجلس الأمن الدولي هو أجمع على، نستطيع أن نقول، على تأجيل العملية العسكرية، على منع عملية محتملة. أعتقد أن الوضع الحالي وخاصة ما تم التوصل إليه بأن الروس حاليا هم على قناعة بأن العملية هي لن تجدي نفعا، خاصة أن هناك ملايين من المدنيين السوريين في إدلب، وأي معركة سوف تسبب حالة كبيرة من أو عدد كبير من القتلى، وأيضا تسبب موجة نزوح كبيرة إلى المناطق المجاورة، وخصوصا تركيا التي هي كما تعلمون تستضيف الملايين من اللاجئين السوريين. وأنقرة حاليا عندما هددت أو بورقة اللاجئين للاتحاد الأوروبي هي تعي تماما بأن حاليا قدرتها الاستيعابية. نعم أستاذ، حول هذه النقطة بالضبط أقصد هنا بشأن موضوع اللاجئين، أيضا تركيا هددت بإغراق أوروبا باللاجئين ما لم تضغط لوقف معركة إدلب، طيب هل ستلقى تركيا آذانا صاغية من قبل الاتحاد الأوروبي؟ يعني أعتقد هي تأتي في إطار، يعني هذه التصريحات في إطار الرسائل التركية. كما تعلمون في عام 2016 تم إبرام اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية وتتعلق بمنح مليارات أو ملايين من اليورات إلى أنقرة لدعم اللاجئين، ولكن لم تصل هذه المبالغ، وكان هناك اتفاقية جرت بين الطرفين. هذه الاتفاقيات لم يعني تحرز أي تقدم. أعتقد أن أنقرة هناك مخاوف في ظل الوضع الاقتصادي السيء هنا داخل أنقرة، هناك مخاوف أيضا في ظل هناك عدد كبير من المواطنين الأتراك هم لا يريدون استقبال لاجئين. كما ذكرت هناك الملايين من اللاجئين السوريين داخل تركيا. كل هذه الأمور هي دفعت أنقرة لتوجيه رسائل للغرب والاتحاد الأوروبي بأنها هي إذا تم أو حصلت هذه المعركة ودخل اللاجئين سوف تفتح الأبواب إلى أوروبا، وهي تأتي كما ذكرت هي في إطار الرسائل والضغط على الاتحاد الأوروبي. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أنقرة طه عودة أوغلو، كنت محلل وكاتب سياسي.